السلام عليكم طلاب المرحلة الرابعة المنتهية لقسم هندسة المساحة لمادة مواصلات، معاكم دكتور أحمد شاكر. هذه المحاضرة رقم 19. في هذا اليوم راح نشوف شلون نتعلم تصميم التقاطعات والساحات. في هذا الموضوع وشنو intersection control and design. الانترسكشن تشمل التقاطع وتشمل الساحة. الساحة يعني بالمعنى العامي الفلكة، اوكي، فالتقاطع والساحات هذا كله يدخل ضمن معنى الانترسكشن. زين، فالانترسكشن ممكن تقسيمه الى ثلاثة انواع مثل ما مكتوب امامك. intersection at grade بما معنى ان الشوارع تكون كليتها على level واحد، على مستوى واحد، فيحصل التقاطع بين هذه الشوارع، فهذا هو النوع الاول. النوع الثاني great separation without ramps. هذا النوع إذا تنظر له من الأعلى، يعني تأخذ له top view، بتشوف كأنه أكو شارعين متقاطعات، ولكنهم في الحقيقة هذين الشارعين هم غير متقاطعات. ليش؟ لوقوعهم في مستويات مختلفة، كأن يكون الشارع الأول على مستوى معين والشارع الثاني على مستوى أعلى، ولكن إذا تنظر له من الأعلى top view راح تلاحظ وكأنه الشارعين متقاطعات. فلهذا التسمية ما قالوا intersection، قالوا separations. separation يعني انفصال، انعزال، يعني في حقيقة الأمر أنه هذين الشارعين ماكو تقاطع بيناتهم، إنما بالعكس أكو separation، أكو انفصال، عزل. والنوع الثالث اللي هو interchange. الانترتشينز هو تقاطع يحصل بين شارعين بمستويات مختلفة، يعني تلقى شارع بمستوى معين والشارع الثاني بمستوى أعلى أو أخفض، ولكن أكو اتصال بين الشارعين، تستطيع أن تنتقل من الشارع الأول إلى الشارع الثاني، فهذه الحالة أسميها interchange. interchange يعني تغيير من level إلى level آخر. وهذا الشرح المكتوب هنا ونفس الكلام اللي ذكرته الآن. فحتى نشوف الآشتو شطاني التصاميم اللي أقدر أختار من عدها. طبعا أنت في حالة الأولى بما أنه أنت راح تكون مهندس مبتدئ، زين، تتخرج ما راح تتخرج، ما تحمل رقم مهندس، تحمل لقب مهندس مساعد. فمن الغير المنطقي أن تبدي بالتصميم مباشرة، إنما الآش تهيئ لك تصاميم جاهزة تستطيع أن تنتقي من عدها حسب حاجة الحالة اللي جاي تواجهها في حياتك العملية. المهم الآش تهيئ لي ذني التصاميم وصنفها إلى مجموعة من الأبواب. ففي هذا الباب سمى هذه المجموعة هي three leg intersections، وفي هذه المجموعة اللي وراها سماها four leg intersections، وعندي حالتين أخرى اللي هي multi leg intersection وعندي round about. هذه الحالات أو الجروبات اللي تشمل الانترسكشنز. طبعا شنو الانترسكشن هذا؟ هذا كله
at grade يعني في نفس المستوى نفس الليفل. فإذا أبدي بال 3D العفو 3 leg intersections أبسط حالة هي اللي هي راح تكون Unchannelized T. عندك شارعين، الشارع أحد الشارعين يكون رئيسي والشارع الثاني فرعي. يعني لو فرضنا أنه هذا الشارع هو الرئيسي، هذا ذهاب وإياب، وعندك هذا شارع فرعي أيضا ذهاب وإياب، وتحاول توصل بيناتهم. فهذا الشكل اللي هو زاوية 90 مع وجود أقواس بسيطة من الجهتين ممكن يخدمك في هذه المسألة. طبعا هذا شنو إذا كان كثافة السيارات قليل، راح نأخذها بعد قليل بالأرقام. الآن فقط أخذ فكرة عن الأشكال. إذا لا كان عدد السيارات أكثر وتحاول أن تمتص الزخم، فأنت قبل ما تدخل، يعني أنت بالشارع الرئيسي، قبل ما تريد تدخل بالشارع الفرعي سوي توسيع بالشارع حتى يقدر يتحمل فد مسار إضافي حتى تمتص الازدحام اللي ممكن أن يحصل في هذا المكان. فهذا هو الفرق الوحيد بين النوع الأول والنوع الثاني، هو التوسع. لو كان عندك مثلا في هذا النوع الثالث عندك هذا الشارع الرئيسي، لو كان عندك السيارات بهذا الاتجاه والسيارات الراغبة في الذهاب إلى هذا الاتجاه عددها كبير، فإذا استخدمت لها هذا النوع راح يحصل عندك ازدحام، وحتى هذا التوسع ما راح يكفي، لأن عدد السيارات اللي تريد تروح إلى الجهة هذه الجهة تكون كثير. ففي هذه الحالة هذه السيارات لا توقفها، إنما افتح لها مسار خاص بيها، هذا المسار راح يكون مفتوح دائما، فالسيارات اللي تريد تأخذ هذه الجهة أو هذا المسار تستطيع أن تأخذ هذا الطريق الجانبي، بينما بقية السيارات تستمر إلى الأمام. وهذا الشكل ممكن أتكرره بالاتجاهين، يعني السيارات اللي تريد تدخل إلى الفرع والسيارات اللي تخرج من الفرع، ممكن أنه إذا كان هذه بها كثافة ممكن أن تخليها مسار مباشر عن طريق قوس منحني، وبالتالي ما راح يحصل عندك أي ازدحام. ولكن خلي ببالك أنه هذه المسارات النوع الثالث والرابع تحتاج مساحة أكبر، يعني تقدر تلاحظ الرسوم راح تلاحظ أنه الثالث والرابع يحتاج مساحة، وربما أنت اللي المساحة المتاحة لك في هذا التقاطع هي مساحة قليلة بسبب وجود بعض الأبنية المهمة مثلا التي ما تستطيع أن تزيلها، فلربما ما راح يكون لك هذا متاح. وعندك أنواع أخرى اللي هي نوعا ما نادرة، مثل حرف اليو العفو الحرف الواي بأشكال مختلفة، في هذا الشكل وفي هذا الشكل وفي هذا الشكل. هذه كلها بالنسبة إلى أنه الـ 3 leg intersection. خلينا نشوف الـ 4 leg intersections. الحالة اللي تميز الفور لك انه في اغلب الاحيان يحصل عندك سيمتري، يحصل عندك تطابق. فمثلا اذا تلاحظ مثلا هذا المنحني الاعلى والاسفل هو متشابه، واذا رسمت هذا الخط اليمين واليسار ايضا متشابه، فهذه الصفة نلقاها وين؟ بالفور لك، بس مو بكل الاشياء. يعني مثلا هذا الشكل ما يحصل به تشابه، هذا الشكل راح يحصل به تشابه او تطابق على محور واحد، بينما البقية على محورين.
أوكي. ونفس نفس الطريقة السابقة، يعني تبدي أنت بالطريقة الأولى اللي هي تكون عندك ماكو أي توسع بالشارع، وإذا كان عدد السيارات كثير تستطيع أن تزيد المساحة أو عرض الشارع. إذا كان السيارات مستمرة تستطيع أن تفتح الطريق، أوكي، وحتى تستطيع أن تفتح الطريق بجميع الاتجاهات الأربعة. فهذا اللي هو الفور ليج انترسكشنز. طبعا المالتي انترسكشنز يعني معناته هو يحتوي على أكثر من فور مثل ما مرسوم أمامك هنا. وعادة يعني من غير المجدي أنه تسوي فور أو تسوي حتى الفور، حتى الفور أحيانا غير مجدي أنه تسوي فور انترسكشن، فور ليج انترسكشن. عادة شو تسوي؟ إحنا نتحول إلى الراوند، راوند أباوت. راوند أباوت يعني الفلكة مثل ما مرسوم أمامك. ففي هذا هذا المسار الأمامك راح تلقى أنه السيارات الذهاب بهذا الاتجاه والإياب بهذا الاتجاه، أوكي. هذه السيارة تقدر تدور حول الفلكة وبعدين تخرج، أو تقدر تدخل وتطلع من أي مكان، تطلع من هذا المكان أو تطلع من هذا المكان، وهكذا بقية المسارات كلها تقدر تستفاد من الراوند أباوت. فهذه الراوند أباوت مثل ما جاي تلاحظ تسهل لك هواي أمور. يعني أول شيء تقلل لك عدد التصادمات بين السيارات، السبب لحصول انسيابية بالحركة، وبسبب أنه السيارات تكون متباعدة بسبب كبر الراوند أباوت قياسا بالانترسكشن اللي ربما يحصل تقاطع وتصادم بين السيارات اللي تكون متقابلة رأسا برأس. هذه الحالة ما راح تكون موجودة بحالة الراوند أباوت. ذني كليتين الحالات كان شنو؟ at grade، يعني على نفس الليفل. هسه إذا عندي حالة أنه أنا أريد تقاطع ما أريد في الكيب وعندي مستويات مختلفة، فأريد أنتقل من هذا أريد أنتقل من هذا الخط، من هذا الشارع، وأريد أروح لهذا المكان، أوكي. وكان هذا الشارع، هذا الشارع هو أعلى من هذا الشارع، فاللي يحصل إنه الشارع العلوي يستمر فوق الشارع السفلي، وأرسم خطين هنا هيجي أرسمهن مظللات أو داكنة، هذا يدل على وجود مجسر. فأنت في هذه الحالة تستطيع أن تمشي بهذا الطريق ثم تستدير ثم تتجه إلى هذا المكان، أوكي. وبنفس الحالة هذه السيارة تستطيع اللي جاي تمشي على هذا الشارع تستطيع أن تنتقل إلى هذا الشارع، أنه تأخذ هذا المسار وتتحول إلى هذا الشارع. وبنفس الطريقة السيارة اللي قادمة من هذا الشارع تريد وتنزل وتتجه بهذا الاتجاه تأخذ هذا المسار نزولا وتتجه بهذا الاتجاه. وأخيرا السيارة القادمة من هذا المكان اللي هو مستوى واطئ يستطيع أن يرتفع إلى المستوى الأعلى من خلال هذا القوس ويدخل بالشارع العلوي. ونفس الحالة راح تلقاها بالحالة B، نفس المبدأ. انتبه إلى وجود المجسرات، فتلقى هاي الخطوط هاي دلالة على أنه الشارع المرسوم هو واقع فوق مجسر، فهذا مجسر وعندك هذا مجسر وعندك هذا مجسر، فهذا يبين لك طريقة أو حركة السيارات في مثل هذا التصميم.
وعندك هذه الحالة الأخرى حالة C، هذا هو المجسر عندك، مجسر واحد أوكي. ومثل ما تلاحظ الأسهم اللي هي تمثل لك حركة السيارات، وإن كان هذا الـ C أحيانا يكون غير مفضل. ليش؟ لأن وجود زاوية 90 في الطريق الرئيسي أو الطريق أو الفرعي حسب أهميته، فهذه الزاوية ربما تؤدي إلى تباطؤ كبير للسيارات قبل أن تستطيع أن تستدير بزاوية 90. على عكس الحالات هذه أو الحالة هذه اللي ما عندي زاوية 90، عندي دائما أقواس تمثل انسيابية بحركة السيارة وما تحتاج إلى توقف السيارة. والحالة دي أيضا تمثل لك نفس المبدأ، فأنت إذا تجي من هذا الشارع عندك خيار أن تذهب إلى اليمين، عندك خيار تستمر إلى الأمام، وعندك خيار أنه تطلع إلى هذا الشارع. وبنفس الحالة كل الاتجاهات الثانية ممكن أن تؤدي إلى نفس الغرض، فهذا الشكل عفوا هو متناظر حول هذا المحور ومتناظر حول هذا المحور، بينما هذا الشكل متناظر حول هذا المحور فقط. إذا استمر ألقى الحالة C، الحالة C إنه هذا عندك الشارع الرئيسي أوكي، فإذا أنت طالع بهذا الاتجاه تستطيع أن تأخذ يمين أو تستطيع أن تستمر للأمام، ونفس الشيء القادم من هذا الاتجاه يستطيع أن يستمر للأمام أو يستطيع أن يأخذ اتجاه اليمين، وهكذا الأشكال الأخرى أو الأركان الأخرى، لأن هذا الشكل أيضا متناظر حول هذا المحور وحول هذا المحور. وعندي أشكال أخرى تمثل لك حالات لربما نوعا ما معقدة، ولكن يبقى هو المبدأ نفس المبدأ. يعني إذا أنت تجي من هذا الشارع تستطيع أن تدخل بهذا الشارع أوكي، أو تستطيع أن تستمر، أو تستطيع أن تذهب إلى الجهة الثانية أوكي. كل هذه متاحة أمامك، ولكن بالتالي يكون عندك الشكل نوعا ما معقد، لربما يسبب بعض اللبس للسائق اللي يكون محتار في عندما يصل إلى هذا المكان ويحاول يتجه بهذا الاتجاه، لربما يحصل عنده لبس وما يعرف أي مسار يتخذه أوكي. وعندي حالات الروتري اللي يكون المسار دائري أوكي، وأكو ليفل مختلف. يعني أنت عندك مسار دائري، هذا الدائري يفتر، ولكن أنا أعرف إنه هذا الشارع اللي يريد يطلع ويوصل إلى هذه النقطة السيارات تكون أعدادها كبيرة جدا، فبالتالي شنو اللي أسوي؟ ما أخلي يدخل بالاستدارة، إنما أرفع الشارع فوق مستوى الاستدارة الفلكة العفو من خلال مجسرات، هذا واحد هنا وهذا الثاني، وبالتالي السيارة تمشي على هذا الشارع وتخرج من الجهة الثانية بدون الدخول إلى ازدحامات الفلكة أو ازدحامات الراوند أباوت أوكي. هسه إذا عرفنا فكرة عامة عن التقاطعات والساحات، خلنا ندخل ببعض التفاصيل. بالنسبة للتقاطع
وليس الساحة وليس الراوندابات التقاطع. هنا جاي يعطيك تعريفة أو نوع من أنواعه يسموه priority intersection، يعني تقاطع ذو أفضلية، بما معنى أنه التقاطع بين شارعين راح يكون بين شارع رئيسي أسميه major اللي السيارات راح تستمر به بدون انقطاع، أعطي أهمية أعطي أولوية أسميها هاي شنو الأولوية priority عفوا. أما الشارع الثاني فأسميه minor road، هذا minor road ما له أولوية، إنما السائق اللي يدخل بالminor road يبقى ينتظر، يبقى واقف برأس الشارع وينتظر إلى أن يحصل فراغ في الشارع الرئيسي يلا يستطيع أن يدخل بالشارع الرئيسي. أما إلى ذلك السيارات مستمرة فما يجوز له أن يدخل بالشارع الرئيسي. هذا هو القانون في مثل هذه التقاطعات اللي هي يسموها priority intersection، واللي عادة يكون شكلها حرف T اللي أخذناها بداية المحاضرة. فالهدف الرئيسي principal advantage لهذا النوع هو شنو؟ إنه الميجر روت is not delayed، يعني السيارات اللي تسير بالطريق الرئيسي ما راح يصير بيها أي تأخير. هذا لربما شي يكون مثلا بغداد، مثلا إذا لاحظين مثلا طريق المطار، طريق المطار السيارات ما تقف بطريق المطار، الأولوية كاملة لسيارات المطار، يعني بطريق المطار. أكو أفرع جانبية، هذه السيارة تقف بالفرع وتنتظر حصول فراغ إلى أن تدخل بطريق المطار. فهذا كمثال تطبيقي لهذا النوع من priority intersections. هذه priority intersection تجي بثلاثة أنواع. النوع الأول اللي هو simple T، simple T يعني عبارة عن حرف T بسيط، يكون بهذا الشارع الرئيسي هذا الميجر وهذا الشارع الثانوي هذا الماينر، هذا سميه simple T junction أو intersection، نفس المعنى junction و intersection نفس المعنى. فلهذا تلقاه هنا يكتب لك junction وهنا يكتب لك intersection، هذا نفس المعنى. النوع الثاني staggered، staggered يعني يحصل به كأنه ركز، فتشوف أكو حرف T هنا وأكو حرف T هنا، فهو عبارة عن simple بس متعدد، فصار عندي كأنه staggered T junction، هذا أيضا نوع مستخدم. ففي هذه الحالة هذا هو الشارع الرئيسي، هذا الشارع ثانوي minor، هذا شارع ثانوي minor. الحالة الثالثة هو تقاطع، هذا شارع رئيسي وهذا شارع ثانوي، وهذا شنو التقاطع نحاول نتجنبه not recommended. ليش؟ لأن مثل ما تلاحظ في هذا التقاطع راح تجيك سيارات من أربع اتجاهات في مكان ضيق جدا، فاحتمالية حدوث الحوادث يكون كبير جدا. هسه خلنا ناخذ النوع الأول اللي هو simple junction، simple junctions. فهذه simple junctions تلاحظها الآن بالرسم الأمامك، فعندك هذا المسار تسير به السيارات بهذا الاتجاه وهذا تسير به السيارات بهذا الاتجاه مستمرة. بس السيارة اللي تجي وتريد تدخل، يعني السيارة اللي جاية من هنا وتريد تدخل راح تقف في هذا المكان، ما يجوز تتحرك إلى أن تلقى فد جاب فد فراغ حصل يلا تستطيع أن تدخل.
أوكي. فهذا السمبل جنكشن، برايورتي جنكشن. هذا إذا كان عدد السيارات قليل ومستوى الزخم قليل. إذا لا لقيت إنه عدد السيارات ازداد، مثل ما تعرفوا مع زيادة عدد السيارات تزداد الحوادث. فحتى أساعد السائق في الابتعاد عن الحوادث، فأول ما تدخل السيارة قريب من التقاطع راح يلقى إنه الشارع بدأ يتخطط بنوع مختلف، يعني كأنه يقول للسائق، يقول له أنت امشي في هذا المكان بين الخطوط، لا تتغير، لا تغير طريقك، ما أريدك تمشي في هذا المكان، أوكي، هذا ممنوع تمشي به، وهكذا هذا الراجع امشي بهذا المكان بين الخطوط، لا تمشي به مكان آخر، أوكي. فهذه الخطوط بالشارع هي لتسهيل وتنظيم حركة السيارات، وأيضا ممكن أن نضيف جزرة وسطية مثل ما تلاحظها، أيضا لتسهيل ولفصل بين السيارات في هذا المكان عن السيارات في هذا المكان. وهذه حجمها وأبعادها بالاختيار، فهو رسم لك إياها بهذا الرسم ونقط لك هذه النقاط، بمعنى أنت حسب حاجتك تستطيع أن تزيد أو تكبر من حجم هذه الجزرة الوسطية. لا، لو لقيت أنه السيارات ازداد عددها، وأنه حتى هذه النوع الثاني اللي هو بالمناسبة هذا النوع اسمه Ghost Island Junction، هذه تلفظ Island، Island يعني بدون الأس، الأس ما يلفظ Island، Ghost Island يعني كأنه تقاطعات ذو مخططات شبحية وجزرة، وجزيرة أو جزرة. فمثل ما تلاحظ الجزرة هذه موجودة والمخططات هذه اللي هي ليش سماها Ghost، لأن هي مجرد على الأرض خطوط، هي مو شيء فيزيكال، يعني مو فد صبة أو حاجز أو لا، هي مجرد خطوط على الأرض، السائق لازم ينتبه إلها ويفتهمها. مثل ما قلت لو لقيت إنه هذه ما تكفي راح تتحول إلى استخدام الجزرة الكاملة بدال الخطوط، وبالتالي راح تفصل بين الشارع اللي هذا الشارع اللي هو كان في هذا المكان كان سينجل شارع واحد، والآن من وصلت إلى هذا المكان انقسم إلى شارعين بسبب شنو؟ بسبب وجود هذه الجزرة الوسطية. هذا النوع شو اسميه؟ دولينج. دولينج يعني يغير لك السنجل إلى ثنائي، يغير لك السنجل إلى ثنائي. إذن هذه هي الأنواع الثلاثة للإنترسكشنز. زين، شلون راح أختار؟ شلون راح أختار بين هذه الأنواع الثلاثة؟ هذه عندك الآن نوت، ملاحظة، هذه الملاحظة، هذه شو تقول؟ تقول أنت اختار السيمبل اللي هو النوع الأول إذا كان عندك الـ AADT، وتذكرون الـ AADT اللي هو عدد السيارات، معدل عدد السيارات في سنة لليوم الواحد اللي أخذناه بداية الفصل. إذا كان العدد ها بيا شارع بالشارع الماينر ما يتجاوز 300 سيارة، أوكي، وكان العدد بالميجر رود ما يتجاوز 13,000 سيارة، إيش تستخدم؟ تستخدم السيمبل،
استخدم النوع الأول. زين. طبعا إذا ازداد العدد راح تختلف الحالة، فلهذا الأشتو هي إن جراف شكل يمثل لي العلاقة بين الميجر رود والماينر رود. ومثل ما تلاحظون الرسم هذا مقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول القسم الأول هو سيمبل ويشمل لك هذا المكان، يعني كل النقاط الواقعة في هذا ضمن هذا المستطيل هي سيمبل. وعندك الجوست آيلاند اللي يشمل لك كل النقاط الواقعة في هذا المكان. وعندك الدولينج اللي تشمل لك كل النقاط الواقعة في هذا المكان. وإذا تجاوزنا ذني كلهن ما يبقى عندي خيار آخر إلا استخدام الراوند أباوت، إلا أن تستخدم الفلكة. شلون تستخدم هذا الجراف؟ إنه أول شيء تحتاج إنه تطلع العدد المعدل عدد السيارات اليومي اللي في موسم واحد أو في سنة واحدة. تطلع للشارعين للميجر وللماينر. فخلنا نفرض إنه الميجر كان 10,000 في هذه النقطة، والماينر كان مثلاً 300 سيارة فهو في هذا النقطة. فإذا توصل بيناتهم راح تلقى إنه النقطة مالتك راح تكون في هذا المكان. إذن هي واقعة في المستطيل الأول اللي هو simple. هسه لو كان عندي حالة مثلاً عندي 10,000 فعلاً، ولكن عندي بالماينر عندي 2000، فإذا وصل بيناتهم النقطتين راح تكون نقطتي في هذا المكان. إذن هي واقعة في الجوست. إذن السمبل بعد ما يشتغل لازم تستخدم الجوست. وهكذا لو كان عندك بالماينر 6,000 فأنت في هذا النقطة، إذن تحتاج إلى دولينج. وإذا كان لا عندك 8,000 في هذه النقطة بعد ما عندك مجال، ما عندك أي حل آخر إلا أن تستخدم الراوند أباوت. طبعا الراوند أباوت هي أحسن الحلول ولكن كلفتها تكون أكثر. إذا هذه هي طريقة استخدام الجدول الجراف، استخدام بسيط. زين. هاي اخذناها، هاي كلها اخذناها. نرجع المكان احنا وصلنا هنا. اوكي. فهسه بالنسبة للديزاين بروسيجر، شلون تستخدم الديزاين بروسيجر؟ بس هذا الديزاين بروسيجر اكو مشكلة بالبرنامج، بس دقيقة. الديزاين بروسيجر عبارة عن 6 خطوات. بالخطوة الأولى انه تجي تحسب عدد السيارات الفلو. هذا شلون تحسبها؟ بالطرق اللي أخذناها ببداية السنة، تحسبها أوتوماتيك باستخدام أجهزة أو تحسبها مانيوال. بالخطوة الثانية تبدي تحسب الـ average annual daily traffic اللي هو الـ AADT، وهذا تحسبه قياسا بـ 12 ساعة أو 16 ساعة أو 24 ساعة. كلها هاي أخذناها سابقا.
هذه راح تكون مال مال يوم، مال يوم واحد. بالخطوة الثانية الثالثة تحول الـ AADT إلى AAHD، يعني تحوله من عدد السيارات في اليوم الواحد إلى عدد السيارات في ساعة واحدة، بحيث الـ AAHD راح يكون يساوي لك الـ AADT مقسوم على 24. شنو هي الـ 24؟ هي عدد الساعات في اليوم الواحد. في النقطة الرابعة تأخذ هذا الـ AAHD اللي حسبته بالخطوة الثالثة وتضربه بفاكتر. هذا شنو ليش جاي تسوي هيجي؟ حتى تحصل على البيك، يعني على تحصل على وقت الذروة. عادة جاي نستخدم الفاكتر 3، يعني الـ AAHD نضربه في 3 ونقول هذا هو عدد السيارات في وقت الذروة. زين، أسب في وقت الذروة في شارع معين، عادة من تحصل يحصل وقت الذروة أو وقت الازدحام في شارع ذهاب وإياب، تلاحظ أنه ما يحصل ازدحام بالذهاب وبالإياب نفس الوقت. ليش؟ لأن وليش يحصل ازدحام؟ لأن مثلا أكو سبب معين، مثلا أكو موظفين وطلاب يريدون يلتحقون بالدوام الصباحي باتجاه معين، مثلا باتجاه مركز المدينة، بينما العكس يكون قليل. صح أكو بعض الموظفين وبعض الطلاب يريدون يبتعدون عن مركز المدينة لوجود بعض الدوائر والمعاهد والمدارس في أطراف المدينة، ولكن هذا العدد يكون أقل من العدد السيارات المتجهة إلى مركز المدينة. فالآشتو مثل ما تلقى هسه بالنقطة الخامسة أمامك قال إنه النسبة بين الذهاب والإياب، يعني بين اللي يتجه إلى مركز المدينة واللي يبتعد عن مركز المدينة، هي لربما تكون 60-40. يعني لو كان عندي 100 سيارة فإن 60% رايحين مركز المدينة و40 مبتعدين عن المركز. وأحيانا تستخدم أكثر تقول لا 70% متجهين إلى المركز و30% راجعين. فهذه الخطوة رقم 5، إنه تبدي تقسم الرقم اللي طلعته بالخطوة رقم 4 تقسمه إلى ذهاب وإياب، أما الضربة في 0.7 أو الضربة في 0.3. هذا إذا أخذت 30-70، نسبة 30-70، وإذا أخذت نسبة 60-40 الضربة في 0.6 هذا للذهاب و 0.4 هذا للإياب. زين، وبعد هذه كلها تطلع إيش قد عدد السيارات اللي توصل للإنترسكشن، اللي توصل للتقاطع وتلوف ما تكمل. هذه شلون تحصلها؟ هذه تحصلها أيضا من خلال الكاونتينج، من خلال الحساب. يعني أما مانيوال تخلي أشخاص بالإنترسكشن وتشوف إيش قد عدد السيارات اللي تستمر تكمل التقاطع ما تلوف، وعدد السيارات اللي تلوف. فأحيانا النسبة تكون مثلا 20% تلوف و80% تستمر، أحيانا تكون نسبة 60% تستمر و40% تلوف تستدير. هذه منين نجيبها؟ نجيبها نتيجة إحصاءات. فهذا هو البروسيجر. بعد ما طلعت النسبة راح تطلع بالضبط عدد السيارات الموجودة في كل شارع من الشوارع اللي تقترب من الانترسكشن، وبالتالي تستطيع أن تكمل الديزاين مالتك. بس خلنا نأخذ مثال يوضح لي هذه الفكرة أو يوضح لي هذا البروسيجر اللي بتكون من هذه النقاط. Example 1، هذا example 1 هو عنوانه Determination of Flows at a Priority Intersections. يعني عندك intersection
هذا الانترسكشن متكون من سمبل ميجر اند ماينر برايورتي انجكشن ومطيك اياه بالفيجر 5-6 اللي مثبت عليه الAADT. يريد يشوف بعد 15 سنة هل هذا يحتاج الى تطوير، تسوي له ابجريد لو ما يحتاج. فنشوف الشكل المعطيني اياه، هذا الشكل امامك، عندك هذا الشارع الرئيسي هذا الميجر وهذا الشارع الفرعي. اوكي، بالشارعين هي تو لين، بالشارعين هنن تو لين، يعني عندك ذهاب هذا وعندك اياب، عندك ذهاب عندك اياب، هنا نفس الشيء عندك ذهاب اياب. اوكي، كليتين هنن تو لين. فهناش مطيني، مطيني عدد السيارات اللي هي AADT في الشارع الرئيسي. يقول هذه باليوم الواحد تتراوح بين 7500 إلى 10250 سيارة كمعدل، يتراوح بين هذا الرقم وهذا الرقم. طبعا أنت من تشوف هيك شيء تهمل الرقم القليل وتأخذ الرقم الأقصى، يعني أنت دائما تصمم على أسوأ حالة. أسوأ حالة أنه عدد السيارات راح يوصل إلى 10250. إذا أنا أقول هذا الشارع معدل عدد السيارات باليوم الواحد هو 10250، هذا بالنسبة للميجر. بالنسبة للماينر يقول هو يتراوح بين 20 إلى 3000. فبنفس الطريقة راح أستخدم أنا شنو لثلاثة آلاف سيارة. فإذا حددت عدد السيارات في الميجر رود وفي الماينر رود. زين، هسه شو يقول لك؟ يقول لك هسه انت شو تسوي بعد ان حددت اخذت 10000 واخذت 3000. هسه يقول لك روح للفيجر 5-5. فمن تروح للفيجر 5-5 وانت عندك 10000 وربع ميجر و 3000 ماينر، من تجي الى الفيجر، هذه هي الفيجر، هذه هي 10000 وربع تقريبا هنا، وهذه هي 3000. فاذا قاطعهم راح يتقاطعون في هذه النقطة. اذا احتاج ان اسوي جوست ايلاند. طبعا هو بالاصل الشان بالاصل هو سمبل، فلازم هو يتحول الى جوست، يعني الحالة الثانية. شنو الجوست اذا تتذكرون هذا هو الجوست. اوكي، الجوست هو عبارة عن خطوط بالشارع الرئيسي وجزرة بالشارع الثانوي. فالجواب على الطلب الأول أنه هل أحتاج أنه أسوي له أبجريد أم لا؟ نعم، لازم يصير بي أبجريد، لازم يتحول هذا إلى شنو؟ يتحول إلى جوست آيلاند جنكشن. هسا راح شنسوي؟ نبدي نحسب الأرقام.
احنا مو فقط نقول له حول، لازم نقول له شنو الارقام اللي يحتاجها. فيقول انت استخدم الـ ADT values اللي هي 10,000 بـ 3,000 وابدي قسمها على 24 مثل ما قلناها بالخطوات السابقة حتى نطلع مال الساعة الواحدة. فألاحظ أنه بس بالشارع الرئيسي صار الرقم هو 427 سيارة بالساعة الواحدة، والثانوي 125 سيارة بالساعة الواحدة. إذن هذا أيضا تهيأ. زين، وراها هسه هذا احنا اللي طلعناه هو شنو، هو الـ AAHD. هسه نريد نطلع البيك، نطلع الذروة. فكل رقم من هاي الأرقام نجي نضربه بفكتر قيمته 3، نضربه في 3، فراح أوصل إلى هذا الشكل اللي هذه هي الأرقام. فلاحظ أن الشارع الرئيسي راح يصير 1281 سيارة بالساعة الواحدة في وقت الذروة، والشارع الثانوي 375 سيارة بالساعة الواحدة في وقت الذروة. زين، هسه لازم أحولها نسويهن سبلت، يعني أقول شقد ذهاب وشقد إياب. إن هذني هسه السيارات الأمامك، هذا العدد هذا يمثل لك الذهاب والإياب، يعني بالشارع ذهابا وإيابا هو 1200. فسنريد نعرف شقد منهن ذهاب وشقد منهن إياب. فلو استخدمنا نسبة 70 إلى 30، بما معنى أن 70 هو الذهاب هو الرئيسي اللي هو هذا بهذا الاتجاه، هذا الرئيسي. فمن تضرب ال 1281 الضربة في 0.7 راح يعطيك 897، ومن تضرب ال 1280 في 0.3 راح يعطيك 384. هذا الإياب. إذن الذهاب هو 897 والإياب هو شنو؟ 384. فمن تجمعهم ذول اثنينهم يعطوك شنو؟ يعطوك 1281. هذا بالنسبة للشارع الرئيسي. بالنسبة للشارع الفرعي الماينر تستخدم نفس النسبة. فالذهاب تضرب ل 375 في 0.7 راح تحصل على 263، وبعدين تضرب 375 في 0.3 راح تحصل على رقم آخر اللي هو ما رسمنا، اللي هذا الرقم الآخر راح يكون هو شنو؟ الإياب مع الماينر، بس هو ناسي يرسمه أو ناسي يكتبه. إذن بهالحالة سوينا سبلت، يعني فصلنا الذهاب عن الإياب في كل من الشارعين. هسه أجي إلى منو يستمر ومنو يستدير، إيش قد نسبة اللي يستمرون وإيش قد نسبة اللي يستديرون. فمن خلال إحصائيات هم مستخدميها، يعني هذا الشكل مثل هذا الشكل، هذه المعلومات تعطى، أما يعطيك إياها جماعة الإحصاء أو يعطيك إياها الجماعة اللي سووا عد للسيارات، وأما في الامتحان فهي تعطى في الامتحان. ففي الشارع الرئيسي وجدوا أنه 80% من السيارات تستمر للأمام و20% من السيارات تدخل بالفرع. بالشارع الرئيسي بالإياب نفس النسبة، 80%
تستمر وعشرين بالمية تدخل بالفرع. هذا الشارع الرئيسي. الشارع الفرعي لقوا انه السيارات اللي تتجه يمينا هي 40%، بينما السيارات اللي تتجه الى جهة اليسار هي 60%. طبعا هاي شنو لها اسباب، يعني مثلا يجوز 60% اكو فتسبب يخلي السيارات تتجه الى جهة اليسار اكثر من جهة اليمين. فهذه هي خطوة توزيع النسب، نسبة السيارات اللي تستمر ونسبة السيارات اللي تستدير. هسه ذني النسب، ذني النسب تضربهم بهاي الأرقام، النسب الموجودة بالشكل 15 تضربها بالأرقام الموجودة في الشكل 5-9، وبالتالي تحصل على هذه الأرقام النهائية. ففي هذه الأرقام النهائية عندك يعني هسه مثلا عندك مثلا احنا هنا هسه عندك مثلا هذا الرقم 718 منين اجى؟ هذا اجى من ضرب 80% في 897. 80% في 897 راح احصل على 718، وهكذا بقية الأرقام. يعني في وقت الذروة عندي السيارات اللي تتج بهذا الاتجاه عددها 718 سيارة بالساعة الواحدة، واللي ترجع عددها 307 سيارات بالساعة الواحدة. وعندي سيارات تدخل بالفرع بهذا الاتجاه مقدارها 179 اللي هو هذا الرقم زائدا 77، لأن هذا أيضا يدخل بهذا الفرع. زين، هسه السيارات اللي تجي وراء التقاطع من هذا العدد هي عبارة عن 718 هذا الأصلي اللي هو اجى من هذا المكان زائدا 158 اللي هو دخل وياه بهذا الاتجاه. وبنفس الطريقة السيارات اللي تتجه بهذا الاتجاه اللي عددها 307 يكون زائدا 105، لأن هاي راح تجي معاها تدخل بنفس المسار. إذن هذه كلها نخليها ببالنا من نبدي نصمم عرض الشوارع اللي تدخل على التقاطع أو تقترب من التقاطع، بحيث أن عرض الشارع وعدد المسارات number of lanes يكون يكفي لهذه الأعداد. إذا هذا هو الجواب على السؤال، هذا هو النواتج النهائية. هذا كله كان شنو الانترسكشن. إذا لا أتحول إلى الفلكة أو الراوند أباوت. فالراوند أباوت هو شي يقول لك، هي عبارة عن circular intersection in which traffic travels counterclockwise، يعني مسار السيارات راح يكون عكس مسار عقرب الساعة. هذا وين؟ هذه وين؟ إذا أنت كنت في العراق وبالعموم في الوطن العربي، واللي ها كلها تتبع الـ United States، تتبع الولايات الأمريكية. وأكو نوع ثاني يتبعون UK، يكون مسار الفلكة مع عقرب الساعة، اللي مثل UK ونيوزيلند واستراليا وباكستان واندونيسيا وماليزيا، هواي أعداء يعني هواي دول تتبع النظام العكسي. فهاي تخليها ببالك
إذا أنت مثلا حصلت إلى فرصة عمل في خارج العراق، أنت تنتبه إلى نظام الطريق، هل هو نظام أمريكي أم نظام بريطاني. ولكن على العموم بما أنه إحنا في العراق فإحنا النظام عندنا نظام أمريكي، يعني عكس عقرب الساعة. أوكي، شنو الشرط الرئيسي في السيارات؟ الشرط الرئيسي أنه الترافيك must yield. يعني شنو؟ يعني أنت المفروض مثل ما موجود الآن في الصورة أمامك هذه، أنه الفلكة تكون مخططة بطريقة صحيحة، مرتبة بطريقة نظامية هندسية. فمثلا الآن جيت بهذا الشارع، أول ما أجي بهذا الشارع ألقى مسارين، مسار يمين مسار يسار، فراح أسأل نفسي أنا وين أريد أروح. إذا أريد أروح بهذا الاتجاه لازم أخذ مسار اليمين، ما أخذ مسار اليسار، هذا تكون مخالفة. إذا أريد أخذ هذا الاتجاه أيضا أخذ مسار اليمين، ما أخذ مسار يسار. أريد أروح بهذا الاتجاه، لا أخذ مسار اليسار، يعني أجي أوقف هنا بسيارتي. فبالتالي من أجي أوقف راح ألقى علامة، هذه العلامة تقول لي توقف، فأتوقف هنا إلى أن ألقى لي جاب، ألقى لي فتحة بين السيارات فأدخل. عندما أدخل ما يجوز أدخل في هذا المكان، لا لازم أدخل في هذا المسار، يعني ألقى أكون عندي مسارين في الفلكة. وبما أنه أنا أريد أطلع بهذا الاتجاه فأني أخذ هذا المسار ودائما أمشي في هذا المكان. أوكي، وأمشي في هذا المكان وبعدين أطلع من هذا الشارع. أوكي، مع الأسف اللي جاي يحصل عندنا الآن في الشوارع العراقية أنه ما عندنا أصلا مسارات، يعني ما عندك الآن فلكة مخططة بطريقة هندسية، ما عندي الأوليات مع مادة المواصلات مطبقة على الفلك في بغداد أو في العراق، وهذه كارثة. يعني هذه تسبب لك أنه اللي يريد يأخذ يمين يجي يقف هنا، اللي يريد يأخذ يسار يجي يقف هنا، واللي يدخل بالفلك كيف يختار المسار، تلقى واحد يمشي بهالطريق وبعدين يطلع منه، وهذا راح يسبب تقاطع لهذه السيارات وتسبب مشاكل وتسبب لك اصطدامات. كلها هذه شنو سببها؟ هو عدم اتباع علم الهندسة وبالخصوص هندسة المواصلات. فهذا التصميم القياسي أو الرسمي للفلكة، وفي هذا المكان محددي لك المناطق اللي تحتاج تتوقف بيها، مثبتي لك إياها هاي حتى شنو؟ حتى ما تسبب لك مشاكل. زين، فإذا عرفنا هذا الشيء وعرفنا أنه كل راوند أباد لازم بيها لينز، لازم بيها مسارات، فراح يجيني سؤال اللي هو سؤال رئيسي basic questions، انه شلون اعرف عدد اللينز؟ يعني هذا هو السؤال الاول اللي راح يواجهك حتى تستطيع ان تصمم الراوند اباوت. كم لين تخليها؟ لين واحدة، تو لينز، ثري لينز، ايش قد العدد؟ فاللي معطى عندنا هو حطاني جراف هم يعني يمثل لي عدد السيارات، معدل عدد السيارات في اليوم الواحد الـ AADT، وكل مجموعة، كل مجموعة من الأعداد تمثل لك مثلا إلى جوة
ال 17 تقريبا راح تستخدم single lane، وإذا إلى 27 إيه ممكن تستخدم single lane بس يعني شوية بيها حرج. فوق ال 30 تستخدم ال double lane، تروح تتحول إلى ال double lane. إذا عدد السيارات اللي تستدير مثلا 30 يعني عددها هواية، فلازم أبدي فكر بالدبل لين، لأن السنجل لين ما راح تكون كافية، راح تحصل عندك تقاطعات كثيرة. شلون نستطيع أن نحسب عدد السيارات؟ شنو الطريقة؟ الطريقة مثل ما مرسومة أمامك، انه اول شيء تجي تحسب عدد السيارات الداخلة من الشارع اللي يريد يدخل بالراوند اباوت، فهو VE VE في هذه النقطة، في هذه النقطة عدد السيارات في هذه النقطة هو حاصل جمع السيارات القادمة من هذا الشارع والسيارات القادمة من الراوند اباوت، فيكون هو هذا عدد السيارات في هذه النقطة. إذن لازم أحسب في بداية كل شارع إيش قد راح يصير عدد السيارات عندما تدخل سيارات الشارع مع سيارات الراوند أباوت، هل راح يصير عندي زخم كبير؟ على ضوء هذا العدد من السيارات أحدد كم لين أحتاج، كم مسار أحتاج في الفلكة أو الراوند أباوت. على العموم جاي نصحون إن يقولون إذا كان العدد هذا اللي راح اللي وجدناه هذا هو حاصل الجمع، إذا كان أقل من 1000 سيارة بالساعة الواحدة تستطيع أن تبقى على السنجل لين، ما تحتاج إلى دبل راوند أباوت. زين، وهنا الطوني تيبل، الطوني تيبل يمثل لي بالتحديد إذا كان عدد السيارات يعني حاصل الجمع عدد السيارات من 0 إلى 1000 استخدم سينجل، من 1000 إلى 1300 استخدم تو لين، ولربما تستطيع أن تستخدم سينجل لين أيضا. من 1300 إلى 1800 لا بعد ما تقدر، لازم 2 لين. إذا أكثر من 1800 أكثر من 2 لين more than 2 لين يعني حسب إيش قد أكثر، يعني تجوز 2 3 4 حسب عدد السيارات. زين، خلنا ناخذ مثال حتى ننهي درس اليوم. فمثل هذا الرسم المرسوم امامك يمثل لك الاكزامبل. في هذا الاكزامبل عندك عدد من السيارات اللي هي تمثل لك الاي اي دي تي. فمثلا انت من جاي بهذا الشارع، من جاي بهذا الشارع كان عدد السيارات 534، من جاي بهذا الشارع عدد السيارات 250. فمن هاي 250 من تجي تدخل راح ينجمع وياها شنو؟ راح ينجمع وياها 617، فراح تجمع ال 617 زائد ال 250، راح تجمع ال 250 بال 617 راح يطلع لك الرقم 867. هذا تقارنه، هل هو أقل من 1000 أم أزيد من 1000؟ إذا كان أقل من 1000 راح يكون single lane، أوكي؟ تتحول إلى هذا الشارع اللي هو 500، هذا راح ينجمع وين منه؟ ينجمع وين 224، ف
فتطلع الناتج. بعدين تتحول إلى هذا الشارع اللي هو 317، راح ينجمع ويا منه؟ ينجمع ويا هذا. أوكي، تطلع الناتج وتلقاه جوا الألف. ثم الشارع الأخير اللي هو 751 راح ينجمع ويا منه؟ ويا 203. فلقينا أيضا جوا الألف، وبالتالي single، الكل راح يكون single، single lane، وما نحتاج إلى double lane. طبعا إذا لقيت الرقم مختلف في حالة أخرى، يعني لو لقيته بين 1300 إلى 1800 راح تضطر شو تسوي؟ راح تضطر تتحول إلى two lane، راح تحول إلى مسارين في الفلكة. فهذا هو اللي تحتاجوه عن موضوع الانترسكشن وعن الراوند اباوت. اتمنى تكون محاضرة نالت اعجابكم، وكل عام وانتم بألف خير، وان شاء الله نشوفكم بالاسبوع القادم. مع تحياتي دكتور احمد شاكر.